المباراة كنا منتظرين انها تكون في واحد السيناريو. الشوط الاول كنا عارفين بلي غادي نكونوا في المستوى، انا اصلا ما خليناش المساحات وخدمنا ان بلوكي كيب افيك ديال الكونفيرسيون، انا خرجنا وخلقنا فرص، كنا نسجلوا جوج او ثلاثه الاهداف في الشوط الاول. مع العلم ان فريق الوداد البيضاوي ونيفو لا بوسيسيون كان عنده البالون، دونك حنا جرينا بزاف. الشوط الثاني فريق الوداد البيضاوي زاد الضغط، الاخطاء ديالنا كانت باينه، اون مونكي ان بو دو فريشور فيزيك لان جرينا بزاف في الشوط الاول. الورقه الحمراء نتاع البوزيدي ولا بليسور تاعي تعلال اللي كان غير داخل، انا ما بغيناش نخرجوه، شويه عطات المساحه للفريق الخصم، وبالطبع استغلهم بشكل جيد لان سي دي جوار بروفيسيونيل 100%. اون غات با دي زوكازيون، حنا باقين في صدد اننا خلقوا فرص وما كنسجلوش لان اينو مونك ان بون سونتر دو ميتي. هذا الوقت هذا اللي جاي ان شاء الله في ديسمبر غادي يكون ان بون ريكروتمون ديال دو تخوا جوار اللي نورمالمون ليكيليبر جينيرالي تاع يكون عندنا باش ما نطيحوش في هذا، لان هذا السيناريو ديال بحال السيناريو تاع الجيش الملكي متعادلين بواحد واحد حتى 89 بقات 7 دقائق خسرنا ب 3-1. كوتش غادي نخرجوا شويه حنا وما تصوروش الفرحه تاع المغاربه في الموندونتي، لان شرف لاي مغربي انه ان شاء الله يعيش، الا كنا عايشين يعيش 2030 ان شاء الله بان كوب دي موند، والمغرب غادي بشكل جيد في هذا كوب دافريك 2025 كوب دي موند 2030. اش كنحلموا ما عرفت، ولكن كلشي فرحان. تبارك الله عليكم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.